مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل نجدد لكم التحيه، وها هي انطلاقه جديده من انطلاقات التحدي من انطلاقات الاثاره، انطلاقه شوطنا الثاني عشر في مجموع الاشواط والشوط الثاني عشر الخاص هنا ايضا بالحجايق القعدان في هذه الفتره الصباحيه. نذكركم بانطلاقه الفتره المسائيه سوف تكون في تمام الساعه الثانيه من بعد ظهر هذا اليوم، وانطلاقه هجن اصحاب السمو والشيوخ بهذا الانطلاق والتحدي الجميل مشاهدينا ومتابعينا الكرام بهذا الانطلاق المميز في هذه المسيرة. هذا الانطلاق هذا التحدي هنا على أرضية هذا الميدان، نتابع هذه المجريات، نتابع هنا الذهاب مطر بن أحمد بن عبد الله بن عبيدة من يأتينا على الصدارة وعلى المركز الأول، الطائر في المركز الثاني سعيد بن مطر بن محمد الرميثي من يأتينا على المركز الثاني، المركز الثالث سراب أحمد بن سلمان بن علي الاجتبي من يأتينا على المركز الثالث، وفي المركز الرابع المركز الرابع والانطلاق هنا على المركز الرابع في هذه المسيرة الأسد منصور بن خليفة بن سالمين الحميني، وهناك مطرب فيصل بن طالب بن محمد بن جريم المري، ويأتينا هناك بالانطلاق الجذاب حمد بن خليفة بن سالم الشيبان السويدي بهذا الانطلاق الجميل والتحدي والإثارة. الوصول هنا يأتينا غازي بخيت بن حمد بن عود العامري ثامنا، وفي المركز التاسع حفلان حمد بن محمد بن مفتاح الشامسي والتزام سالم بن مصبح بن جرش الغفري على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى بهذا الانطلاق الجميل والتحدي. نعود إلى الصدارة، نعود إلى الطائر، من طار بصدارة هذا الشوط طار بالتحدي وبالإثارة سعيد بن مطر بن محمد الرميثي، من ينطلق بمطر هنا ممثل السمحة الدائم مع الطائر على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، الجذاب في المركز الثاني حمد بن خليفة بن سالم الشيبان السويدي من يأتينا على المركز الثاني، وفي المركز الثالث هنا الأسد منصور بن خليفة بن سالمين الحمير المنطلق مع الأسد بهذا الانطلاق الجميل. الوصول من مشرف مبخوت بن محمد بن لوتية العامري المركز الخامس، القادم حفلان حمد بن محمد بن مفتاح الشامسي، ويأتينا هنا السابح عبد الله بن إيريو بن محمد المنصوري القادم هنا بهذا الانطلاق، قادم من الوثبة هنا للمشاركة بهذه التحديات الجميلة. المركز السابع يأتينا إزعاج منصور بن محمد بن عبد الله بن خليفة المهيري، وهنا القدوم القدوم والتحدي الوصول، الوصول منظاري سالم بن محمد بن علي بن سعيد الجديري من وصل بهذا الانطلاق والتحدي. السلام بعود إلى الصدارة، بعود إلى المقدمة وإلى الطائر، الطائر من طار بالصدارة طار بالمقدمة طار بالفوز وبالناموس حتى اللحظة، الطائر سعيد بن مطر بن محمد الرميثي، ولكن الأسد قادم، الأسد الأسد منصور بن خليفة بن سالمين الحميري مكشر عن أنيابه الأسد بهذا الانطلاق الجميل والتحدي. هناك الجذاب حمد بن خليفة بن سالم الشيبان السويدي، ولكن هنا 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 الطائر والأسد، الطائر والأسد، الطائر والأسد، الطائر والله الوصول 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 من دوسكو دوكس 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 هنا قادم أيضا بكل قوة عبيد بن راهل بالشاوي لغفلي، ولكن الأسد الأسد ودوكس هنا دوكس والأسد الله هنا بهذا الأداء الجميل، ولكن الأسد سلام مدينة العين سلام على هذا الأداء الجميل على فوز الأسد. المركز الثاني دوكس عبيد بن راهد بالشاوي، المركز الثالث الطائر سيد مطار الرميثي، المركز الرابع عند بلوتية من وصل هناك أيضا خود محمد بلوتية العامري، وفي المركز الخامس الدخول القوي هناك على هذا الأداء. نعود مشاهدينا ومتابعينا الكرام
نعود بهذا الانطلاق، نعود بالتحدي، نعود بالإثارة مشاهدينا الكرام في هذا التوقيت الزمني مع هنا الأسد. من استطاع بالفوز والناموس والتحدي. هنا الأسد منصور بن خليفة بن سالمين الحميري، والسلام لهالي منازف بمدينة العين على هذا الأداء الجميل والتوقيت الزمني 4:38. هنا أيضا وستا من الأجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني الذي سجل بهذا الانطلاق الجميل مع الأسد بانطلاق وتحدي جميل. شكرا أيضا على هذا الأداء في هذه اللحظات. المركز الثاني كان من نصيب دوكس، هناك من وصل على المركز الثاني، هناك لسيد عبيد بن راشد بالشاوي لغفلي من أتانا بتوقيت زمني مقداره هنا أيضا 4:37 بالوفاء والتمام والكمال. بينما المركز الثالث مشاهدينا ومتابعينا الكرام الطاير سعيد بن مطار بن محمد الرميثي من أتى على المركز الثالث ب4:38 وستة من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الأداء لجميع الفائزين.